حلول شهر رمضان المبارك يحل زائرا خفيفا على الموائد الرمضانية يفضله الكبار قبل الصغار. واليوم كاميرا الإخبارية السورية زارت أحد المطابخ الدمشقية في سوق الجزماتية لنتعرف على صناعة المعروك والبداية من اسمه. كانوا يقولوا له خبز رمضان، بس من قد ما تعذبوا بالعجين تبع عمنا ويعركوا العجين سموه عجين معروك إنه. وهي عمرها المهنة المعروك، وخبز رمضان عمره شي 200-250 سنة بالنسبة لهي البلد عندنا. وتعددت وتحدثت لأصناف كثير إلها، معروك محشي شوكولا، معروك محشي جوز هند وفواكه وزبيب، معروك سادة، معروك بعجبة، معروك فواكه على حلو. السنة الماضية نزلنا معروك بقشطة عربية وعسل، وبترجع على حسب بقى في طلبات للزبائن. يعني بيجيكي معروك محشي موز بقلب منه، بيجيكي معروك بيطلبوه بشوكولا وراحة، على حسب كل زبون، على حسب ذوقه ومرأه شلون بينطلب بينسحب مع منا. هنا خلية نحل بدأت عملها منذ ساعات الصباح الباكر لتستغرق صناعة هذا الخبز ما يقارب 5 ساعات، والبداية من تحضير العجينة. ننزل بكمية طحين بالعجانة، فوق منا منضيف عليها الزبدة والبيض والخميرة والسكر والحليب البودرة، منضيف عليها المي الباردة، منضيف عليها التلج مشان لانه فيها في محسنات بقلب منها مكون من فيتامينات سي، وبتنعجن بطريقه بالعجانه بطريقه العجينه القديمه. تاكل بوقت العجينه مده 3/4 ساعه، وبعدين بنطفي العجانه وبنسحب العجينه على الطاولات عنا، بنغطيه بنايلو لمده 1/2 ساعه لحتى يبلش انه يختمر. بنبلش فيه احنا عمليه التقطيع من عنا لغايه ما يوصل لعنا لغرفه التخمير لفوق. بيقعد بغرفه التخمير لمده 1/2 ساعة بحدود 3/4 ساعة، وبعدين بينسحب من غرفة التخمير بفوت على فرن بيت نار دوار آلي لمدة 18 دقيقة على حرارة 230-240، كل صنف على حسب صنفه له درجة حرارة. بيخلص من الفرن وبيطلع الشيف اللي على الفرن بقى، في احنا جايبين له زبدة حيواني من سيحة، وبيدهن المعروق كله بالزبدة الحيواني، بيعطيه نوع من الطرابة الزيادة، بيعطيه نوع من النكهة. السمسم على الوش بيعطيه نكهة طيبة بالأكل، وهي مادة السمسم بنفس الوقت بتعطي للصائم طراوة لمعدته إذا عنده جفاف المعدة، لأن نوعيتها زيتية. أما اللي بنحط له حبة بركة إضافة زيادة، هي حبة بركة مشهورة مباركة، يعني هي يعني وإلى 70 فائدة من الالتهابات، البدن كلها بتروحها. ومادة التمر معروفة قديش فوائدها عالية للصائم بهذا الشهر الفضيل. للمعروك أحجام متعددة ونكهات مختلفة تحتار معها أي صنف تبتاع. أما عن جودة الصنع والسر الكامن للطعم الساحر يخبرنا بها أصحاب المهنة. المطبخ السوري ما بيوقف والله. اليوم أنه أنا ساويت المعروك ومشيت عليها 50 عام، بدي جدد فيها السنة الجاية، بدي أعطي نكهة جديدة للزبون، بدي أعطي طعم جديدة. فلذلك الحمد لله بتلاقي شهرة سوريا بهالأمر هذا بفضل معلمينها اللي تبع المصالح، وبفضل هالناس الزواقة اللي فيها اللي بتحب الطعمات والأكلات الطيبة. معروكة دائما مثل ما بيقولوا بالمثل الشامي، النفس بده يكون نفس طيب، تبرأ أنه كأنه عم يشتغلها بده ياكلها هو. ممنوع عنا منعا باتا أنه اليوم طالعنا المعروك بهالسمة الطيبة بكرة بده يطلع أطيب. حاول نرضي ذوق الزبون، ما بنحاول نطالع القطعة التجارية اللي هلأ موجودة بالسوق. ندية لذيذة وحلوة الطعم من الفرن إلى يد المستهلك، هكذا يبتاع المواطنون المعروك في رمضان، وليبقى هذا الخبز الزائر الأحب على موائد السوريين في هذا الشهر المبارك. للإخبارية السورية نيرمين عمار.